مع نجم من نجوم النادي الاهلي كابتن محمد يوسف، مدرب العام، مدير فني، مدير كوره، يخدم النادي الاهلي في اي موقع. مليون مبروك كابتن محمد، تعبتوا واجتهدتوا وتهاجمتوا كتير قوي، لكن ربنا اداكوا على ميعاد نيتكم وقدرتوا تفوزوا باللقب رقم 41 اغلى دوري النادي الاهلي. الحمد لله، الحمد لله. زي ما انت قلت يعني بطوله غاليه علينا. انا عايز الاول اشكركم انتوا بصراحه، الكاميرا بتاعت النادي الاهلي وجروب النادي الاهلي وانت شريف وعويضه ودكروري وكل بقى مش عايز انسى وكله وكريم والناس اللي جت طلعت معانا في المعسكر وعمر ربيع، فانا بشكركم كلكم طبعا، وطبعا على راس المنظومه طبعا استاذ محمد العدل. انما انا عايز في نفس الوقت كمان ااكد ان البطوله دي احلى بطوله. احنا خدنا 40 دوري قبل كده، لكن ده احلى بطوله لينا. النادي الاهلي السنه دي واجه كل المشاكل وكل العقبات وكل الصعوبات اللي ممكن يقابلها في بطوله، سواء على مستوى الفني في كفريق، على مستوى ضغط المباريات، على مستوى حتى تحديات لمجلس الاداره ولينا احنا كفريق اول وكمسؤولين. يمكن انت قلت حاجه، انا بدات الموسم مدير كوره ومدرب عام، وبعد كده طبعا أنا الحمد لله النادي الاهلي خيره على لعيبه كتير وخيره على مسؤولين كتير وخيره على مدربين كتير. ما نقدرش نقول للنادي الاهلي لا، ولا دايما نبقى تحت امر النادي الاهلي. فانا بقول السنه دي الواحد الحمد لله اشتغل في كذا حته وفي كذا حاجه وفي كذا منصب، اخيرا مدرب عام مع مستر لاسارتي والجهاز. لكن في النهايه الحمد لله، كنت اتمنى ان احنا نطلع احنا ببطولات اكتر من كده الموسم ده، لكن الحمد لله ان احنا بنينا بشكل كويس. لا بنينا بشكل كويس، مهم جدا ان احنا بنينا بشكل كويس في يناير، وده ان شاء الله نتائجه هتبدا تظهر، اولها بطوله الدوري السنه دي، ولسه عندنا تحديات قادمه ان شاء الله. بقول مبروك للنادي الاهلي، بقول للنادي الاهلي خليك ورا جهازك، خليك ورا لاعيبتك، بلاش التشكيك، بلاش الكلام. انا مش عايز اتكلم كتير. احنا الحمد لله مخلصين للنادي الاهلي قوي، مخلصين لمصلحه النادي. احنا اولاد النادي الاهلي، ملناش اي مصالح. اي واحد فينا بيقبل مهمه معينه خلاص بيبقى هو عارف خصائص المهمه دي وعارف ايه المهام بتاعت الموضوع ده وبيقوم بيها. فالحمد لله ربنا نصرنا في الاخر ببطوله غاليه جدا، بطوله بيتمناها مدربين النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. بقول لهم مبروك، بطوله كنا بنتمناها وجت في وقتها، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. مليون مبروك يا كابتن محمد. ربنا يخليك يا شريف. كابتن اسلام، مستمرين معاك في يوم اهلاوي خالص. الليله ليلتك يا نادي، الليله ليلتك يا اهلي. اللقب رقم 41.